كل التحيات لكم واهلا وسهلا بكل الاصدقاء متابعينا بحلقه جديده من مشاكل وحلول. حلقتنا اليوم رح تاخذ الطابع التوضيحي انجاز التعبير، لانه هذا الموضوع سبق وانه ناقشناه ببرنامجنا اكثر من مره، ولكن بعد قرار مجلس شورى الدولي لابد من التوقف لعرض الوقائع المفترض انه يتضوا عليها. مع ضيوفنا الدكتور رياض يمق رئيس بلديه طرابلس السابق أو اللاحق، أهلا وسهلا فيك. ضيفنا كمان المحامي نوفل عبود وكيل قانوني لرئيس بلدية طرابلس السابق دكتور رياض يمق، أهلا وسهلا فيك. شكرا، يعطيك ألف عافية. يعني بدي أبدأ إذا بتسمح لي رئيس بالقانون مع المحامي نوفل ضوي اللي هو من مجموعة عدة يعني وكلاء هن إلى جانبك بهذه القضية. بعد الكلام عن قرار مجلس الشورى الدولي بنقول انه الازمه ببلديه طرابلس رجعت لحتى تكون بالواجهه بعد صدور قرار مجلس الشورى. اصدر قرار بالواقع هو قضى بوقف قرار حجب الثقه عن رئيس بلديه طرابلس رياض يمق بعد ما كان قد تقدم بطعن لدى المجلس. حضرتك انت تقدمت بطعن، هذا الامر اثار تساؤلات كثيره حول مصير جلسه 19 تشرين الاول الماضي اللي صار فيها انتخاب الرئيس الأسبق للبلدية أحمد قمر الدين بعد تكليفه من قبل محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرة ب 12 آب الماضي تسيير شؤون البلدية كونه الأكبر أعضاء سنا إلى حين انتخاب رئيس جديد للمجلس وانتخب أحمد قمر الدين وبعده لليوم. هلأ السؤال بيقول أنه نحن عنا بعد 7 أشهر متبقية من عمر البلديات، قديش مهم نقول أنت متكل لحتى ترجع على البلدية؟ بدي أسمع الجواب من وكيلك القانوني وبرجع لك. يعطيك الف عافيه. اول شيء الله يعافيك واهلا وسهلا فيك. بدي اتشكر على استضافتك ان شاء الله، وان شاء الله بتمكن اني ازيل بعض المغالطات العالقه بذهن الناس حول موضوع بلديه طرابلس. نعم. وضع البلديه شو اليوم؟ للاسف الشديد ظاهره التفلت من احكام القانون في لبنان يعني بدات تتوسع وتكبر، واخر حلقاته ما يجري في بلديه طرابلس. ماذا يجري؟ خبرنا. ماذا يجري في بلديه طرابلس؟ بالقانون عم نحكي. انا اتكلم في القانون. في بلديه طرابلس مسار قضائي طويل. بدا بتقدم بعض اعضاء مجلس بلديه طرابلس لطلب تعيين جلسه لحجب الثقه عن رئيس البلديه. للاسف الشديد الطلب تقدم لجانب المحافظ في حين أنه لا صلاحية للمحافظ لتسجيل هذا الطلب. سعادة المحافظ أحال الطلب إلى وزير الداخلية. وزير الداخلية أصدر القرار وأعطى الموافقة على إجراء الانتخابات. للأسف الشديد بالقانون بعدنا؟ لا أنا هون أعرض الوقائع. هنا قرار وزير الداخلية في هذا السياق هو قرار مخالف للقانون، وهو في حقيقته اعتداء من سلطة مركزية على صلاحيات هيئة محلية المتمثلة بالبلديات، إذ أن لا نص في قانون البلديات يعطي وزير الداخلية سلطة. هو قاضي كمان. هو قاضي ولكن هو أعطى الإذن بصفته وزير الداخلية. بعرف بس. نعم. هو ملم بالقانون. نعم. صدر القرار بغض النظر كيف صدر. تعتبره مخالف يعني؟ أكيد، والدليل أنه هو مخالف. صدر قرار عن مجلس شورى الدولة. نعم. بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية. للمفارقة أبلغ سعادة المحافظ بقرار وقف التنفيذ تم الدعوة إلى تعيين موعد جلسة للتصويت على حجب الثقة بالاستناد إلى قرار وزير الداخلية الذي تم صدور قرار بوقف تنفيذه. نعم. بناء عليه ولجملة العيوب الكثيرة التي شابت قرار المحافظ بالدعوة إلى التصويت على جلسة حجب الثقة بدءاً من أصول الدعوة. نعم. مرورا بكيفية انعقاد الجلسة، صدر القرار، وبنتيجة الطعن الذي قدمنا فيه صدر القرار عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ قرار حجب الثقة عن رئيس بلدية طرابلس. هنا أصبحنا أمام مرحلة أخرى ومرحلة جديدة واضحة جدا.
لحد اليوم يعني إذا بدك تسمح لي، الرئيس عم بيتابعنا، نعم حدك وعم يسمع، نعم اليوم نحن بأي مرحلة نحن؟ تبلغوا القرار؟ نحن هلأ بمرحلة البلدية تبلغت القرار، أكيد أكيد معالي وزير الداخلية أكيد تبلغ أكيد، سعادة المحافظ، نعم يعني معالي الوزير قاضي، نعم وسعادة نعم المحافظ، نعم قاضي، عم نحكي نحن عن قضاة وكل الملمين بالقانون، نعم أكيد أنا أتكلم بالقانون وكليتنا يعني نتكلم بالقانون، نعم الأمور القانونية واضحة لا تحتمل تأويل، لا تحتمل أي تفسير، هنالك بعض الالتباس في بعض النصوص القانونية، ولكن أنا برأيي العملية الذي الأصول القانونية، نعم التي ترعى قرارات أصول التنفيذ، قرارات شورى الدولة تقضي واضحة تقضي أنه بعد أن تبلغ رئيس بلدية طرابلس السابق نعم أحمد أمر الدين قرار وقف التنفيذ، عليه أن يتنحى وأن يعود الدكتور رياض يما ليمارس مهامه كرئيس بلدية طرابلس، هذا بالقانون وعملا بالمادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، حيث على الإدارة أن تلتزم بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية. عراسي الله يخليك رئيس، اهلا وسهلا فيك. يعني كنا عم نسمع يعني من وكيلك القانوني وجهه نظره القانونيه، هو عم بيحكي عم يعرض بالقانون. اليوم بعد في 7 أشهر انت بدك ترجع على رئيس البلديه؟ هلا هذا موضوع، عندك الحماس، موضوع الحماس موجود لسبب واحد فقط، اللي هو يعني احقاق الحق، لانه ما بني على باطل فهو باطل. نعم نحن لما طلب لتحديد جلسة لنزع الثقة نحن قلنا أنه هذا غير قانوني. حضرت في جلسة منهم أنت؟ أنا ما حضرت ولا كم جلسة هني؟ عملوا أكثر من جلسة. أول شيء لا طرح الثقة عملوها بجلسة واحدة دغري، اتفقوا دغري فورا ونزعوا الثقة، 14 عضو مجلس بلدي. قلنا أنه هذا غير قانوني لأنه ما حصل يعني ولا في مكان في لبنان، كلهم اتفقوا على قلب واحد قرار واحد. هلأ هو الاتفاق مش هيك، لما طلع قرار أنه في إمكانية تغيير رئيس البلدية طبعا صار أنه بده يتغير قسم من اللي كانوا مثلا من الحلف اللي كانوا عندي، أنه كنا نحن لأنه مجموعتين نحن اللي لما مين؟ أول مجموعة مين؟ في أول مجموعة أحمد أمر الدين، نعم واللي تابعين معه يعني، نعم هو الرئيس الأسبق يعني كان الرئيس الأسبق، نعم معه كان 5 أو 6 سياسياً على الأرض لمين تابعين؟ عذراً والله هيك متفرقين يعني، نعم لأنه بالأساس كانوا يعني قسم منه كان مع لائحة اللواء ريفي، قسم كانوا مع لائحة النواب يعني الرئيس، لأنه عم ينحكى أنه في رسائل سياسية من وراء هذه هلأ القضية. في رسائل سياسية تسرعت القضية دغري أنت طبعاً، هلأ لأنه وزير الداخلية محسوب على خط سياسي، نعم رئيس الوزارة محسوب أنه في له خط سياسي بالمدينة وزارة. طبعاً ونحن هون يعني أنا نعم بتتذكر آخر جلسة كنا موجودين، أنا كنت عند رئيس الوزارة وجيت على المقابلة دغري، أيوة بتذكر. وهو وعدني بس كنت مرتاح أنه إذا أنت مجلس شورى الدولة أخذ نعم قرار نعم بقانونية رجوعي إلى البلدية هو ما بيعارض هالشيء. طب أنت لغاية وهلأ اليوم بتمنى أنه هو هلأ إذا سمعنا أو بده يصلوا الخبر، نعم أنه ينفذ هالشيء هذا أو يلتزم باللي وعدني فيه. طب رئيس بس بدي أعرف حضرتك أنت متحمس للعودة وليش؟ أنا متحمس فقط لعودة إذا لو أنه بعرف البلدية بأيدي أمينة. أوف. كنت أنا مش متحمس لأنه أنا بمصالحي الشخصية مضرور. طب اليوم بس أنا لأنه لا هون بس لعلي على تفضل تفضل، لأنه اللي كانوا هن مستلمين قبل هلأ رجع استلم الأستاذ أحمد أمر الدين معه أعضاء، نعم كانوا 3 سنوات عم يعطلوا مسار بلدية طرابلس وقت اللي حضرتك كنت؟ أنا كنت. طب ليه بقيت ما فليت؟ ليه ما استقلت؟ ما بقدر استقيل وأترك لهم إياه، ما بقدر. هذا موضوع أنا قلت له لسماحة المفتي من سنة حاول بده يدخل بالصلحة، قلت له إذا بيعلنوا أنه ما بدهم ياني كل أعضاء، يعني لو أعلنوا وقتها 14 كنت استقلت. طب ما أعلنوا بعدين؟ بعدين بس كان في قرار تحويل رئيس بلدية طرابلس إلى النيابة العامة المالية. تحولت تحولت طبعاً. هون عتبي أنا على معالي الوزير إنه بما أنه هلأ مرق شهرين على تحويلي، إذا اكتشف أنه كان التحويل هذا خطأ أو مشحف بحقي أنه يرجع يصلح الأمور وبعدين لكل حادث حديث. يعني أنت مش هيك متحمس طبعاً للعودة؟ ما بس أنا، مدينة طرابلس كلها، كل الأوادم مدينة طرابلس بيقولوا لي ما بتتراجع إلا ما تأخذ أنت حق المدينة وحقك الشخصي.
رح ارجع لك رئيس اذا بتسمح لي استاذ نوفل، حضرتك انت محامي من مجموعه محامين، قد ايه عدد المحامين اللي هلا نعم هن واقفين الى صف نعم الرئيس الرياضي؟ عدد كبير يعني، عدد كبير نعم. طب اليوم عم بيقول انه تحول للنيابه العامه الماليه نعم، يعني الموضوع هو مبلش مش قضيه اقاله او تسميه رئيس بلديه غيره، لان الموضوع منفصلين هلا نعم. موضوع موضوع صار امام النيابه العامه الماليه نعم. طبعا بناء نظام وزاره الداخليه ما راح تدافعوا عنه بهذا الاطار انتم؟ نعم حضرت انا مره مع رئيس البلديه نعم. والموضوع يعني امام القضاء الميلي وبانتظار صدور قرار عن النيابه العامه الميليه، اما بحفظ الملف واما اتخاذ الاجراءات القانونيه. طب شو هو الاساس رئيس، يعني لاقي حالتك للنيابه العامه الميليه، شو هو الاساس، شو هو الملف اللي على اساسه اتهمت؟ في عضوان من الأعضاء المجلس نعم. البلدي اللي هو الأستاذ نور الأيوبي نعم. والدكتور عبد الحميد كريمي نعم. حولوا 5 ملفات إلى النيابة العامة المالية لهن أي ملفات؟ هو مثلا حريق البلدية حريق البلدية حكينا عنه مباشر وقت معك هال حولوا رجعوا نعم. حولوا بصفة اتهام أنه أنا تقصير عندي، هذا صح، هذا كلام يعني غير مقبول ولا نعم. بشكل يعني. ورجعوا واحد ثاني سرقة أتربة في أبو سمرة بال 2013 سرقة رئيس أتربة وزيتون بضم وفرز أبو سمرة، واحد توزيع حصص غذائية بقيمة وقتها 40,000 حصة غذائية، وأنا نزلت للتحقيق مع المحقق بالإدارات البلدية اللي هو الأستاذ ساري سليمان، وعلنا ومعي تسجيل انا منه قال لي اعلنوا اذا كان بدكم تسمعوه كمان فيني انا سمعك، ما عليك شيء ابدا بالخمس ملفات الموجودين. وين التسجيل معك؟ موجود هلا بسمعكم. قلت له طيب فيني هذا اعلنه؟ قال لي اذا اضطريت كمان فيك تعلنه، وهذا الكلام نحن بعثناه لسعاده معالي وزير الداخليه ووصل له الكلام انه نحن بهذه الملفات ما فيها شيء ابدا. لما انا بجي بتحول نيابه عامه ماليه وتاني نهار نزع الثقه، ربطوا الموضوع فيه تاني نهار هذا اللي انا خلاني ربطوا الموضوع. انا بالقانون سالته قال لي هيدا غير هيدا ربطوه بس الداخليه ربطوه نعم. ارتبط فيه لانه قرار نزع الثقه عن رئيس بلديه طرابلس غير قانوني، لانه ما حصل الا في بلديه طرابلس، في عندك كل بلديات لبنان بس بلدية طرابلس لما ربطوها بتحويل رئيس البلدية نيابة عامة مالية، هذا تأثير على الرأي العام. وأنا قلت أمام بتذكر أني قلت أمام الإعلام وأمام هذا أنا مستعد لأي محاكمة علنية، بس أنا لما محاكمة علنية وإسا بعيدة نعم. إذا ما علي شيء المفروض يطلع قرار أنه نحن نعم. ما علي شيء، في علي شيء وقلت قبل هلأ على منبرك نعم تتذكر تفضل. بروح على السجن مستعد، السجن ما حدا يحملني شيء مني نعم. يعني الرئيس عم بيحكي بهذه الشفافية وهذه الوطنية والصراحة نعم. هل يجوز أن تكون المحاكمة علنية ولا هو افتراض عم يطلبه بالقانون؟ يعني هو بالقانون هو الملف قدام النيابه العامه الماليه في نعم. اصول الاجراءات اذا رأيت فيه موجب للادعاء تدعي بتحول الملف عن قاضي التحقيق اللي نعم. هو بصور تحقيق يعني هل مسار قضائي طويل مسار قضائي نعم. طويل فيما خص موضوع النيابه العامه الماليه. طب اليوم بهذه الوقت يعني رئيس البلديه معه حكم من مجلس شورى الدوله معه قرار نعم. نعم. وطبعا رئيس احمد قمر الدين معه تفويض أو توكيل نعم. يعني من سعادة المحافظ نعم. ومن المجلس البلدي اللي انتخبه نعم. مين بدنا نعتبر اليوم نعم. حكما بالقانون رئيس بلدية نعم. بدنا نحن قلنا السابق نعم. استنادا إلى قرار مجلس شورى الدولة هو الحالي نعم. هو الحالي بعد تبلغ بلدي هو الحالي نعم هو الحالي قانونا بس في عندنا حالة أمر واقع موجودة مين بده ينفذ يعني المفروض يعني ما صدر نعم. عن مجلس شورى نعم. الدولة نعم. هو معالي وزير الداخلية نعم. ولا المحافظ؟ خليني عفوا في بس مسألة بدي أوضحها. تفضل. المحافظ ومعالي الوزير هن جهة واحدة والمحافظ يخضع للسلطة التسلسلية لوزير الداخلية طبعا طبعا نعم. طبعا فالموضوع هو صار في عندنا قرار وقف تنفيذ صادر عن مجلس شورى الدولة نعم. أبلغت البلدية صورة صالحة للتنفيذ مين أبلغ إياها؟ مفعول
صورة التنفيذ أنا بلغته. نعم. أنا بلغته القانون يعني أنا بسمح لي أني أنا بلغ عكس الصورة الطبقة للأصل بدك تبلغها بواسطة المخفر. نعم. فمجرد تبلغ الرئيس السابق أحمد أمر الدين كان عليه أن يتنحى ويكف يده عن رئاسة بلدية طرابلس عملا بالأحكام القانونية. نعم. الواضحة. لأنه خليني بس مفعول قرار وقف التنفيذ. نعم. هو تجميد قرار. أوكي. حجب الثقة. تجميد قرار حجب الثقة إلى ماذا يؤدي؟ إلى عودة الدكتور رياض تلقائيا إلى رح تابع معك بس بدي بالقانون تشرح بالقانون لي بالإذن منك رئيس. نعم نعم. يعني الأربعة 26 تشرين الأول. نعم. أمر الدين بيقول لم نستلم قرار. نعم. مجلس الشورى الدولي غير الملزم. نعم. إلى الآن حتى. نعم. نبني على شيء مقتضاه. نعم. وهذا القرار جاء متأخرا. نعم. وبالتأكيد إذا استلمناه متجهون نحو استئناف القرار. نعم. 12 تشرين الثاني 2022 أمر الدين تبلغ قرار مجلس الشورى الدولي يعني. نعم. ما بين أول رأي والثاني. نعم. وضع القرار وين بيكون اليوم؟ نعم. يعني طالما هو تبلغ. نعم. ماذا يعني عدم التنفيذ؟ عدم التنفيذ يعني بالقانون. برجع لك عدم التنفيذ الحقيقة. نعم. عدم التنفيذ يؤدي بنا للأسف الشديد إلى مساءلة شخصية جزائية للشخص المعني بقرار وقف التنفيذ اللي هو منه رئيس بلدية طرابلس. للأسف الشديد الموضوع يعني سيأخذ مسار هذا طبعا بتصرف الدكتور رياض مسار قضائي جزائي لأنه قانون العقوبات في المادة 375 من قانون العقوبات نصت على ما يلي كل شخص ندب لخدمة عامة سواء بالتعيين أو الانتخاب واستمر في ممارسة وظيفته خلافا لأحكام القانون عوقب بالحبس من كذا حتى كذا. إذا استمر في ممارسة وظيفته خلافا لأحكام القانون بصدور قرار وقف التنفيذ الرئيس. نعم. السابق أحمد أمر الدين يمارس وظيفته بشكل مخالف للقانون فيما خص جلسة انتخابه للرئيس. نعم. أحمد أمر الدين عملا بالقانون 665 المادة 21. نعم. جلسة انتخاب الرئيس هي جزء من جلسة سحب الثقة ومتمم لها والدليل أن جلسة الدعوة إلى انتخاب أحمد أمر الدين إنما تمت وبمذكرة الدعوة بالاستناد إلى جلسة حجب الثقة فطالما حجب جلسة حجب الثقة تم تجمود مفعولة فتلقائيا انتخابه في هذه الجلسة مجرد عن أي مفعول قانوني بالقانون يا سيدي الكريم اللي. أنا أقول وبكل يعني الجميع يعني مدرك الحقيقة القانونية ولكن للأسف الشديد كما. نعم. قلت في المقدمة نحن في لبنان أمام ظاهرة التفلت من تطبيق أحكام القانون ظاهرة أصبحت تنتشر كانت يعني في السلم الأعلى صارت تتدرج من الأعلى إلى الأدنى أنا معك بدي منك جواب على سؤالين يعني المادة 371 و 375 حكيت. نعم. عنهم يعني. نعم. ولكن بالسؤال. نعم. قرار أو قرارات مجلس الشورى الدولي. نعم. ملزمة للإدارة؟ أكيد ملزمة بنص. نعم. المادة 93 عرفتي؟ ملزمة للإدارة تحت طائلة ترتيب جزاءات يعني في جزاءات نص عليها نظام مجلس الشورى الدولي وفي. نعم. جزاءات نص عليها قانون العقوبات. كنت عم تفتش بالتليفون ما لقيت شيء؟ إيه لقيت. بدك تقرب على الميكرو. هو بيتألف من كذا نقطة هلا في قصص أنا قلت رد الشكوى لأنه ما قالن أي إيميل. انت شايل المسؤولية عنك وفي قصص انت قلت لي بدك اياها تروح على النيابة العامة المالية حولت على النيابة العامة المالية اوكي بس ناسي شوية بعتقد تبع ابو سمرة بعتقد هيك النقطة المتعلقة بالزيتون وما الزيتون صاحب صفة ورئيس بلدية طرابلس بيقولوا لك شو صار فيه اوكي هل تسجيل خلي حدا من هال رئيس نحن على الهواء هالتسجيل اللي عم نسمعه صوت مين كان صوت الأستاذ ساري سليمان من هو محقق أيوة نعم ما في مشكلة إنه نحن سمعنا الصوت ما في هو قال لي إذا اضطريت فيك هذا وحتى بعته أنا لوزارة الداخلية نعم لما قالوا لي إنه في ملفات قلت لهم أنا التحقيق نزلت بإرادتي طيب أنا بدي أعرف بولايتك أنت كرئيس بلدية شو اللي كان عم يعيق يعني عمل البلدية وصولا إلى الحريق وتلفزيون لبنان واكب عملنا حلقة مباشرة من عندكم يعني ولمسنا يعني الصرخة الأساسية اللي أنت حكيت عنها ولكن البعض راح لغير اتجاه ولغير مطرح زملائك اليوم بالمجلس البلدي في ظل كل هذه المعطيات
شو هي وجهة نظرهم بهذه المرحلة والآن بعد صدور القرار؟ فيها إحراج؟ هلأ الأمر نحن لما استلمنا بعد شهرين بدأت الثورة. أوكي. ثورة عطلت لبنان كله طبعا. من بعدها في كورونا، من بعدها في موضوع الدولار، ارتفاع الدولار، كله هذا كان يعيق عمل البلد. وهذا اللي نحن رفعناه بمقابلة ونزلنا زيارة عند دولة الرئيس، ونزلنا قبل عند الرئيس دياب وبعدها عند الرئيس مئاتي، ونزلنا عند معالي الوزير الداخلية وقلنا له عندنا يعني معوقات كبيرة. لوين وصلنا؟ وصلنا انه حل اخر شيء قال 2 مليار لبلدية طرابلس سلفة من اموال البلدية. وصلوا؟ طالما انا موجود ما وصلوا. طالما انت موجود ما وصلوا. هلا سمعت انت بالشخصي يعني انك موجود ما وصلوا لبلدية، مش هن ما بدهم يوصلوا لألي. هلا سمعت، هلا سمعت انه صرفوهم لاحمد صار في نعمي كتر. طيب. خير الله. بس هذا موضوع انه كان انت المفروض انا كداخلية لازم توقف جنب بلدية طرابلس. نعم. هي بلديته، كان هو انا ما في شيء بالشخصي، انا لا مع وزير الداخليه ولا مع رئيس الوزراء. نحن بدنا نمشي عمل البلديه. انا لما بيجي نشتغل باللحم الحي. لما بيجي ناس متبرعين مهندسين بيقولوا نحن بنتبرع لنعمل مع بلديه طرابلس، بيجي ناس رجال اعمال بيقولوا بدنا نعمل مع بلديه طرابلس، تيجي جمعيات خيريه. طيب الاولى بهالشيء هي وزاره الداخليه تدعم البلدية. انت كنت عم تشتغل ليدعموك؟ طبعا. يقال انك ما كنت عم تشتغل. بالعكس انا اذا بقول لك بوقتي يعني مشاريع اللي انعملت بالاسواق هي كلها كانت واقفة، من سوق البزركان لسوق القمح لطلعة الخبيزة لسوق كله العريض. كله موثق؟ كله موثق. نعم. بالصورة وبالهذا وبالتوثيق. طب زملائك ما بيعرفوا انك انت انجزت معهم؟ هني كله عارفين يعني ايد بايد هذه الاعمال والنشاطات والانجازات، انجاز التعبير ابدا كله بيعرف، كله حتى بيعرف. سوق الخضار. نعم. ما خلص الا على وقتي، نحن خلصنا كل شيء على الوقت اللي كنا فيه، واخر امضه كان من الوزير وزني ايام الرئيس دياب. طب شو المشكله لكن معك انت شخصيا صار الخلاف صار على سوق الخضار. نعم. تسليم سوق الخضار انا ما عندي مشكله، لما انا بده ينامر يعطيني يجيني حكينا. أمر. حكينا عنه. حكينا وهو هذا السبب. نعم. قلت له نعملوا لي اياه خطي. ماني انا ضد انه يسلم التجار سوق الخضار، وبالعكس انا مع انه مين بده يعمل لك اياه خطي؟ الداخليه. نعم. لما بده نحكي بالاسعار قديش الاجار وقديش غيره. أوكي. انا ما بقدر اخذ قرار لنفسي. ما بتسال مستشارك القانوني او مستشارينك بالبلديه هذا الموضوع بتحول لهم اياه؟ بس هو وصل بالتليفون، انا بالتليفون قلت لهم بعثوا لي خطي. ما بتتبلغ بالتليفون؟ طبعا. كيف انا بدي اغير اسعار بالتليفون؟ انا اجتمعنا بالداخليه على سبب، على اجتماع معين، لما بيجيني بالتليفون غير ما اتفقنا شخصيا عليه. من الوزير؟ ما من الوزير، من مساعده يعني. نعم. هذا وقتها صار الخلاف، ما في خلاف. تبلغ مع علي؟ اتبلغ طبعا، ما هو من بعدها صار تحويل رئيس البلديه نيابه عامه ماليه ونزع الثقه. طب. مربوطين ببعضهم. استاذ بدي ارجع لك. عندي الاثبات انا. نعم استاذ بدي ارجع لك اليوم، انه البعض بيقول انه يعني قرار مجلس شورى الدوله طلب في وزير الداخليه معالي الوزير المشوره والمراجعه من هيئه القضايا بوزاره العدل، صحيح؟ عرفتوا تبلغتوا هالشيء؟ لا لا. تنفيذ، اول شيء بدي اكد. نعم. على نقطه. تفضل. المعني بتنفيذ القرار هو الذي يتبوأ المركز حاليا اللي هو رئيس الرئيس السابق احمد امر الدين. نعم. من الناحيه القانونيه والدستوريه. نعم. تنفيذ القرار لا يستوجب صدور اي قرار من السلطه من سلطه الرقابه، لانه رئيس البلديه هو منتخب وليس معين. ف من الناحيه القانونيه بس هو مكلف قبل ما ينتخب، يعني كلف لانه الاكبر سنا باداره البلديه من كلف. ثم جرى انتخابه بجلسه. نعم. وهذه الجلسه مثل ما قلنا نحن سابقا هي جلسه ومبنيه على قرار حجب الثقه. نعم. على قرار حجب الثقة. هون في إشكالية يعني. نعم. مصادر الرئيس السابق تقول أنه ينتظر صدور قرار ما من المحافظ أو من وزير الداخلية في. نعم. أن في حين أن القانون، أن نحن نتكلم بالقانون. نعم. لا يستوجب صدور أي قرار
منهما، لأن الرئيس البلدية مركز رئيسة البلدية هو مركز منتخب وليس معين، هو ليس موظفا فصل من وظيفته كي يصار إلى إصدار قرار جديد. ماذا يعني بين الانتخاب والتعيين؟ يعطي صلاحية لمين؟ الانتخاب بهالموضوع هذا نعم. علي تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة تلقائيا يعيدنا إلى حالة الدكتور رياض جمع هو رئيس لبلدية طرابلس. لا ولكن هذا لا يعفي وزارة الداخلية لا يعفيها من لا يعفيها التدخل كوساي هي وزارة الوساي كوزارة الوساي، ولكن في هذا الموضوع تحديدا نعم. معلش بدي أقول شغلة، العلاقة بين البلديات وسلطة الوساي للأسف الشديد هي علاقة ملتبسة، هي علاقة ملتبسة وغير واضحة فيما خص رؤساء البلديات. أنا أؤكد على أن قانون البلديات يعطي رؤساء البلديات هامش واسع من الحريات والأصل، والأصل أن قرارات البلدية هي نافذة بحد ذاتها باستثناء بعض القرارات التي نص عليها القانون حصرا وأدخلها في تحت سلطة المراقبة. إذن للأسف الشديد رؤساء البلديات لا يمارسون صلاحياتهم بالقدر الكافي، وهنالك افتئات على صلاحيات رؤساء البلديات من قبل سلطة الرقابة للأسف الشديد. يعني في أمور كثيرة يتم إقحام بها سلطة الرقابة بدون أي مبرر. الحد الفاصل مثلا بيدري يقول لا، الحد الفاصل الدستور ايه. والقانون نعم. لك يا سيدي القانون واضح نعم. يجب أن نطبق القانون، يجب أن نطبق القانون، عدم تطبيق القانون واضح. سيجرنا إلى ويلات كبيرة. طب اليوم اللي أنا بس فضل أعلق على شغلي، لما صار نزع الثقة نعم. المفروض رئيس البلدية هذا اللي قال لي أحد الوزراء اللي مهن معروفين وزير العدل السابق اللي هو الوزير سمير الجسر، شو أصلت فيه قلت له صار في نزع ثقة، قال لي بتدل بتمارس أعمالك في البلدية لحين انتخاب رئيس جديد. اللي صار إنه المحافظ بعت لي كتاب بتوقف ووقف لي أمضاي ووقف كل الأعمال وما التزم بهالأمر، ولحتى انترك فراغ في البلدية وقامت مظاهرات من العمال واعتدوا على عيادتي وعيادة الدكتور صفوح يجن بحجة انه نحن عم نعطل صرف معاشاتهم لهالسبب. ما الأمضى مش عندك انت؟ ما عندي، بس ما هو في مين وجههم لعندي. نعم وجههم لعندي، قام بهالأمر المحافظ قال نسلم البلدية لرئاسة البلدية للأكبر سنًا لأنه خالف القانون حتى بذلك. نعتبر أنا بدي أشير تأكيداً على كلام الرئيس مخالفة تدخل المحافظ. أنا بدي أشير لشغلي. تفضل. الدكتور رياض لما صدر القرار بحجب الثقة عنه تلقائيا وفورا وقبل صدور أي تعميم أو إجراء من المحافظ سلم وتنحى، في حين أن الرئيس السابق أحمد أمر الدين بالرغم من صدور قرار مجلس شورى الدولة هو لا يرغب بالمغادرة أبدا. طب بس الرئيس عم بيقول إنه جاي كتاب من سعادة المحافظ نعم. كتاب تلي فور صدور القرار الرئيس سلم كتاب نعم. عطفا على جلسة حجب الثقة نعم. جلسة هنا الأمور مختلفة، نحن هون عندنا قرار قضائي، نحن هون عندنا قرار قضائي يجب أن ينفذ طيب. القرار القضائي. طب رئيس اليوم يعني إذا كم شخص قال لك 11 ولا 14 قديش اللي نزعوا الثقة؟ 14 نعم. يعني ماذا يعني هذا الرقم الجامع انه 14 ما بدهم اياك؟ ليش؟ طيب هلا التقت المصالح عذرا انت بتقول التقت المصالح ولا في موقف هن ارتقوا انك انت غير مؤهل غير صالح عذرا لهذا الموقع او اصطفافات على مصالح او اصطفافات هو هذا اللي حصل نعم. لانه وعدوا القسم منهم وعدوا بعضهم انه والله ممكن نعمل رئيس بلديه معين احد الاعضاء ورجعوا خلفوا بعضهم لهالسبب 4 جلسات ما استطاعوا ينتخبوا رئيس بلدية. رح نتابع تنعرف ليه ما قدروا انتخبوا بعد 4 جلسات. رح نتابع بعد 4 جلسات. وأنا بهمني أعرف إنه قديش إلي أنا بعرفك وكم مقابلة عاملين، ما كنا نلمح أبدا إنه في سوء خلاف أو في مشاكل أو في تباينات بوجهات النظر إلا بالإطار الديمقراطي، ولكن الوصول لهون كان هو مفاجأة عند الكل، لحتى قلنا كان في نار تحت الرماد. بريك وبنرجع سوا. بعدنا معكم، أهلا بكل الأصدقاء اللي انضموا لنا بإطار مشاكل وحلول مع ضيوفنا دكتور رياض يمق رئيس بلدية طرابلس.
السابق والمحامي نوفل عبود وكيل قانوني لرئيس بلدية طرابلس السابق دكتور رياض يمخ. كنا عم نحكي رئيس إذا بتسمح لي قبل البريك عن النار تحت الرماد، يعني قديش لي أنا بعرفك لم نشعر أبدا أنه في هذا الحجم من الخلافات يلي تكاتف 14 عضو من البلدية يقولوا لا للدكتور رياض يمخ. الهدف هو ما لما بيكون الأعضاء وصل لهم خبر أنه قانونياً نستطيع نستبدل رئيس البلدية، طبعاً في ناس تحمست أنه بدأ تعمل رؤساء بلدية. مثل أو مين اللي تحمس؟ مثلاً هلأ كان اللي مقدمين على الأمور الدكتور خالد تدمري، نعم. هو اللي كان يعني أكثر واحد يعني مهيأ أو هن متفقين عليه أنه يكون رئيس بلدية، نعم. لما نزعوا الثقة اتفقوا عليه، لما راحوا على انتخابات الرئيس خزلوا، ما وقفوا معه، نعم. وما قدروا استطاعوا يجمعوا 11 عضو، نعم. كانوا 14، ما استطاعوا يعملوا جلسة ب 11 عضو إلا. أربع جلسات إلا لما دخلت الأمور، نعم، أربع جلسات ما استطاعوا. السؤال أنا بحيرني، أنت اللي عم تحكيه أنا معه مواكبه من زمان، ولكن ببلدية طرابلس تحديداً كل رئيس بلدية بيجي وحوله بصير في مشكلة كبيرة وصولاً إلى الاستقالة أو الكلام عن استقالة أو يعني ليش بلدية طرابلس؟ يعني شو هو الداخل بهذا المطبخ الطرابلسي الذي يوصل البلدية دايماً إلى نهايات غير سعيدة؟ كل رئيس بلدية عنده مشكلة. هلا أنا ثلاث مجالس بلدية كنت عضو مجلس بلدية. كيف انتهت ولايتهم؟ كله انتهى تمام. أول مرة ب 98 2004 صار طرح ثقة بالعميد شعراني، نعم. رجع لوقت الانتخابات رجعوا أعادوا الثقة فيه وطلع، نعم. رئيس رجع من جديد. أوكي. أيام الرئيس جمالي كان كمان الأمور ماشي مظبوط، وهلا لما صار طرح ثقة بالرئيس أمر الدين كمان نحن يعني بشكل قانوني، ما أنه نعم. والله طرحنا الثقة بشكل غير قانوني. أوكي. كان في ملفات فساد، ملفات أسباب حكينا فيها وقتها بوقتها من ثلاث سنوات وصار طرح ثقة وقدرنا. هلأ لما أنا استلمت الدكتور نادر الغزال كمان صار مشكلة قبل أنا ما كنت عضو بلدية، صار مع الدكتور نادر كمان إنسان معروف بنزهته بإخلاصه، صار في خلافات سياسية وقتها، نعم. وطرحوا الثقة فيه. هلأ على وقتي ما هن قالوا 14 عضو بلدية طرحوا الثقة وحجبوا الثقة عني، أنا قلت ماني دكتور غزال هو استقال، هو استقال بس باتفاق، أيه. يعني نعم. أنا قلت لهم الـ14 خلينا نقعد بجلسة، أوكي، بجلسة أمام الناس حوارية، إذا كان طب هلأ مستعد أنت لمناظرة، أنا مستعد لمناظرة مفتوحة على التلفزيون مع الـ14 مع الـ14 ماتر ابتسم، أنا مع الـ14 الماتر ابتسم لأنه بعرف إن شاء الله ابتسم. أنا لو ما هيك أنا مع الحلول السلمية والله، لأنه أنا مش قصة، أنا لما بيجي حدا بده شيء مخالفة وأنا ما مرق له إياها ما في اللي والله انت منك عم تمشي لي مصاري رئيس. آه لا هي رئيس نرجع نعيدها، اذا اجى حدا من اعضاء المجلس قصدك يعني مين ما كان من اعضاء المجلس، انا لما بيكون حدا طلب منك من اعضاء المجلس احد اعضاء المجلس بروح على سوق الخضار بلاقي عنده مخالفات، نعم، وبده يمشيها، انا بعت الشرطه ليشيلوا المخالفات. طب هو عضو مجلس، لو كان شو انا بدي اسمح له انه يكون يعمل مخالفات؟ يعني انا ما اعطيت مخالفه، ما اعطيت رخصه بمخالفه خلال 3 سنوات رغم انه كثير في مخالفات بطرابلس، ما عطيت رخصه لحدا. شو هن المخالفات الكثير؟ مخالفات مثلا ابني بسطات، مثلا احد المخالفات اللي كانت على منطقه الشلفي، نعم. اكثر من 30 40 مبنى انزلت ما خليت انه وقفهم 30 40 مبنى بنوا كلهم مخالفين. شو عملت فيهم؟ انا بعتت وقمت وكذا، ما استطعت، وصلت للداخلية، وصلت للأجهزة الأمنية، وصلنا للمحافظة. مين عمل لهم تسوية أوضاع؟ ما في تسوية أوضاع، هالم بنوا بشكل عشوائي، ولما كانوا عابين بنوا بعتنا شرطة البلدية وعملنا محاضر وبعتنا قوى الأمنية بعدهم لليوم؟ وانبنوا وتأجروا. طيب أنا طبعا بدهم يعرضوني لما أنا على سوق الخضار بقول والله بدي يمشي سوق الخضار بشكل قانوني رسمي، أكيد كل واحد له مصالح بده يعارضني. إذا أحد أعضاء المجلس البلدي كان عنده مخالفة بسوق الخضار، طبعا، وباقي الزملاء يعني الـ14 وغيرهم عندهم مصالح. أنت ما كان عندك مصالح أبدا بالبلدية؟ أنا مصالح ما عندي أبدا، أنا حتى المخصصات اللي لازم أخذها اللي هن 200 دولار بالشهر
من اول السنه ماني قبضه. ليش بالدولار؟ لا انا بالدولار البلديه بتتعامل ولا 7 مليون 7 مليون 7 مليون 7 مليون, يعني. 7 مليون. نعم هن 8 مليون بيروح منهم مليون بيدلوا 7. اي ما كنت لا انا ولا رئيس ولا نائب الرئيس لهلا. مين, مين نائب الرئيس؟ خالد الوليد استاذ. نعم. خالد الوليد مهندس. واليوم مين نائب الرئيس؟ ما في حدا. ما قدروا استطاعوا كمان. ما في نائب رئيس ما استطاعوا ينتخبوا. يعني بتقلي بقى الاعضاء لو انه الاعضاء. نعم. متفقين على قلب واحد. انا نزعت الثقة. نعم. شلت لازم دغري يتفقوا على رئيس ونائب رئيس. كنا منقول والله التوك عندي, بس لما بعد 4 جلسات لا يطلعوا طلعوا رئيس ويرجع 5 جلسات ما طلعوا نائب رئيس, ما كله بها الغلط عندي. سيدي. انا ماني عبقول اني ملاك. طب بس اذا بتسمح لي قبل ما اسال بالشق القانوني مع محاميك. فضل. يعني بدي اسال حضرتك انت قايل انه لازم نفتح صفحه جديده لمصلحه طرابلس لانه هي فوق كل اعتبار, فطبعا مفترض بالنهايه ما يصح الا الصحيح. يعني انطلاقا من هذه القناعه نحن دقائق ومننهي المقابله, ولكن هذه القضيه وفصولها وراء وامام الكواليس راح يبقى مسرحها طرابلس تتوقع ان يقول بالقضاء صراحة. نحن عندنا 7 أشهر انتخابات بلديين الله راد. هلا في توقع يعني تنتهي القضية. في عندنا القانونيين. نعم. نحن هلا كل شو بلبنان. أنا بقول لك إنه صفحة جديدة أكيد طرابلس فوق الجميع. إذا أنا بدي أبقى رئيس بلدية. إذا رجعت رئيس بلدية. بدي أفتح صفحة جديدة ولكن. رح تغير سياستك بالشغل. بدي أغير سياستي. بتمشي مخالفات تصير. لا بس يكون في مراقبة. أنا ما بدي أتهم. نعم. وغطي على الأعضاء اللي بدهم يجوا يعطوا. بشو التهم؟ إنه والله مثلاً ماني إداري. وين ماني إداري؟ ماني عم بقدر أعمل مشاريع. حضرتك حكيم. طيب بس أنا حكيم وحكيم إن شاء الله. وقدرت أنا مشيت بلدي. أنا بدي بس أتحفظ لما بتقول يرجع يرجع. هو قانوناً الدكتور رياض يلا هو رئيس بلدية طرابلس. وكل وضع آخر هو اغتصاب لهذا المركز. قالوا لي اعترضت على كلمة السابق. طبعا فيما خص الدكتور رياض. ايه صح هو قانونا انا عم بحكي اتكلم بالقانون. طب براد مجلس شورى الدولة هن قايلين رئيس بلدية طرابلس السابق. بلدية مجلس الشورى. لا لا عفوا عفوا. نعم. هو لانه الاستدعاء مقدمين الاستدعاء بصفته رئيس بلدية سابق. حين صدر قرار وقف التنفيذ اصبح حولي. عرفت كيف؟ صار كل واحد حولي. موجود هذا قانونا. طب نحن عم نحكي هلا يعني بختام هذه الجلسة عن موضوع كثير مهم واساسي. صح. بعدني عم بقول له بتنتهي المقابلة ولكن هذا الموضوع مستمر. نعم. يعني قراءتك اليوم. نعم. وضع القضاء ووضع البلد قديش بتوقع انه تبقى هذه القضية للوصول الى فاصل او خلص مجلس الشورى الدولي يعني ادى اللي عليه؟ حتى لا تطول هذه القضية. نعم. ادعو الرئيس السابق الى الردوخ الى حكم. نعم. القانون اللي ليس في حال جاء القرار متاخرا. لو قرار مجلس الشورى الدولي قرار متاخر لا يمنع لا يمنع انه كونه جاء متاخرا لا يمنع من تطبيقه. هذه كلها حجج وذرائع للتفلت من تطبيقه. انا ادعوه بما لديه من حكمه. نعم. ان ينفذ قرار مجلس شورى الدولة إذ ليس. نعم. في حرج بتطبيق الأحكام القضائية كما أدعو دولة الرئيس نجيب ميقاتي إلى إعطاء التوجيهات لحل هذه المعضلة تحت سقف القانون بما يحفظ هيبة الدولة وهيبة القضاء, لأنه عدم إنفاذ الأحكام القضائية يقود. نعم. الأمن الاجتماعي ويقود النظام. طب يعني هلا بالمقلب الآخر إذا بقى الواقع على ما هو. نعم. بالرغم من كل اللي حضرتك هلا انت صرحت. نعم. فيه وقلت. نعم. شو يكون هنالك مسؤوليه. ايه على هنالك مسؤوليه. ها. مسؤوليه شخصيه على الجهه التي تسببت بعدم انفاذ القرار القضائي, مسؤوليه جزائيه. نعم. مسؤوليه مدنيه, مسؤوليه اداريه. طب رئيس اليوم الاتصال مع زملائك بالمجلس البلدي مقطوع نهائيا؟ لا في البعض في اتصالات مع البعض من الموجودين حاليا. طبعا هلا انا لما بدي ارجع اقوم بمهامي اكيد بدي اتصل بالجميع. لا هلا هني ما حدا عم يتواصل معك. في البعض في. نعم. البعض في البعض عم يتواصلوا, في البعض كمان انه يعني مثل ما بيقولوا متمنيين. نعم. انه ارجع استلم لانه خزلوا من بعضهم. طب اليوم صار يعني خزلان يعني وعدين الأستاذ خالد وما سلموا. فعاليات مدينة طرابلس. يعني وسياسيها نواب وزراء يعني بهذه المرحلة شو كان يتردد فعلهم على كل ما يجري ببلدية طرابلس؟ والله أنا بتمنى عليهم أنه. نعم. هن يكون لهم دور بهالأمر. هلأ كانوا بالأول دور المتفرج. نعم. بس لما طلع قرار مجلس شورى الدولة المفروض يكون لهم دور
يعني فعال وأكيد إيجابي يعني بهالأمر. من المؤسف أن يكون دور السلطة التنفيذية في الناحية السلبية، أما في الناحية الإيجابية فسكوت وصمت تام، صمت مريب للحقيقة، صمت مريب إلى أي مدى، ماذا سينتج عنه الأيام المقبلة؟ مفروض يعني نواب المدينة يكون لهم دور بهالأمر. طب رئيس اليوم يعني قدر الله أنت رجعت لرئيس البلدية، شو أول المشاريع اللي ممكن أنك تعملها في ظل يعني التجربة اللي مرقنا فيها كرئيس بلدية من وقت ما بلشنا لليوم، مرورا بمرحلة الاستقالة وقرار مجلس شورى الدولة وهذه القضية بالختام؟ هلأ كمشاريع نحن ما فينا نقول أنه البلدية قادرة أنه تقوم بمشاريع، لسبب أنه المشاريع بدها تكون في الدولار، ونحن ما بالقانون ما في إمكانية، وإمكانيات البلدية صارت معدمة تقريبا، حتى إعادة المبنى إلى سابق عهده. إعادة المبنى نحن خلصنا دراسته، نحن بعهدك يعني بعهدي خلصت دراسته تماما بالتعاون مع الجامعة اللبنانية والليدرز، وهذا نحن سلمناه لجهات وسلمناه لأكثر من جهة مانحة أنه بركي بتبرعوا لنا ببنائه، لأنه الجهات اللي كانت تكلفة البناء تقريبا بحدود 600-700 ألف دولار. الجهات اللي كانت بالأول مقدمة نفسها ما استطاعوا، ما يعني كان في مثلا مؤسسة الحريري كانوا هن بدهم يتبرعوا، مؤسسة دولة الرئيس نجيب ميقاتي، السفارة التركية كانت كمان، كلهم تراجعوا. هلأ بعد لما استلمت خلصت الدراسة أنا حكيت معهم يعني، بعدين تركت طبعا يعني، هلأ ما بعرف مين بده مين مستعد، وبعتقد أنا في أكثر من جهة مستعدة أنه تتبرع بتنفيذ المبنى، بس الأهم من ذلك ما هو البناء. إلى الآن ما اكتشف مين كان وراء حريق البلدية، هذا نحن اللي بهمنا كمان، هذا مهم، مش قضاء وقدر. لا مو قضاء وقدر، لا لا معتمد. جهة طبعا، وأنا بوقتها بعت كتاب وقمت بقدم دعوة، إلى الآن في كاميرات موجودة اللي الجهة الجهة طبعا، في مين كان إرادة أنه أول شيء راحوا على المحكمة الشرعية ورجعوا توجهوا على البلدية وتركوا يحرقوا البلدية، ما يجوا يحملوها لرئيس البلدية وين كنت وبين بس نقول تركوا، بنقول وين الحرس البلدي. هلا ما الحرس البلدي ما هو الوحده المولج بهالشيء، لما بيكون أنت موجود عندك سرايا طرابلس اللي فيها كل القوى الأمنية اللي موجودة بطرابلس، هجمت وصار فيها ضرب قنابل وجرح العسكريين، وين بدي أنا أحمل شرطة بلدية مدنية معه فرد أميري وممنوع يقوس، وإذا صاب حدا بيدخل السجن حملوا المسؤولية. في تقصير طبعا، بس ما نحمل المسؤولية يعني جاية مظاهرة ناس ماشيين وعم بيقولوا رايحين على البلدية وكل القوى الأمنية موجودة. رئيس أنت عم بتقول في تقصير؟ في تقصير طبعا. من مين؟ من أو كان في إرادة أنه حروق البلدية لتنهي الثورة بهذيك الوقت. ماتر بالختام أنا بدي أشكرك بأول إطلالة لك عبر مشاكل وحلول، يعني أعطيتنا وجهة نظرك القانونية المفترض أن يعني نتبعها بهذا الموضوع. بالختام شو بدك تقول وماذا تتمنى بالقانون؟ بنتمنى ولا بنطلب؟ لا بالقانون بنطلب سيادة القانون، مبدأ دستوري يعني، مش تمني بالمولي، الأحكام تصدر باسم الشعب اللبناني وتنفذ باسم الشعب اللبناني، وعدم تطبيق الأحكام هو في إهانة للقضاء وإهانة للمتقاضين واغتصاب للقانون، مسألة جد خطيرة يجب وضع حد لها. شكرا لك المحامي نوفل عبود. دكتور رياض يعني أنا بدي لك مرحب فيك دائما، الله يخليك يعني الله. وطبعا من خلالك ومن خلال الماتر نحن ندعو لجلسة مفتوحة بهالاستوديو لكل الأشخاص اللي بيعتبروا حالهم معنيين بهذه القضية، يكون حق الرد، حق المناظرة المباشرة، وهذا يعني بيكبر قلبنا لحتى نقول كلنا سوا بدنا نشتغل بهذا الإطار الحر الديمقراطي للوصول إلى فواصل ناجحة بكل القضايا حتى القانونية. شكرا لاستضافتك. شكرا لاستضافتك يعني من منبركم. تفضل. اشكر قضاة مجلس الشورى الدولي، اشكر الوكلاء المحامين وبالذات الاستاذ نوفل على وقتهم وعلى اهتمامهم، واشكر المواطنين الشرفاء اللي كانوا مواكبين للحدث وكانوا الى جانبي معنويا وحبا ووقوفا يعني. شكرا لك دكتور رياض يناق رئيس بلدية طرابلس السابق، المحامي نوفل عبود وكيل قانوني لرئيس بلدية طرابلس السابق الدكتور رياض يناق. أصدقائي أنا بشكركم وبشكر متابعتكم، لقاءنا بيتجدد معكم دائما عبر تلفزيون لبنان الشاشة الأم، إلى اللقاء.